السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاولوا نصايبوا الامتحان الموحد، الامتحان الموحد المحلي للاسدس الاول، السادس، المستوى السادس الابتدائي، ماده اللغه العربيه. اذن على بركه الله نقرا النص، نحاول نقرا النص. الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وتتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون. وهي لن تبدأ إلا حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه ظوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء. وبعدئذ لم تنفك الحوافز الطبيعية حتى تستنهض للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها. وباختصار، الحضارة هي الرقي والازدهار في جميع الميادين والمجالات. ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفني التشكيلي بالدرجة الأولى، فالجانب العلمي يتمثل في الابتكارات التكنولوجية وعلم الاجتماع. فأما الجانب الفني التشكيلي فهو يتمثل في الفنون المعمارية والمنحوتات وبعض الفنون التي تساهم في الرقي. فالفن والعلم هما عنصران متكاملان يقودان أي حضارة. إذن هنا ندوز الأسئلة. أولا القراءة والشكل. إذن ندوز الشكل. السؤال الأول: أضبط الكلمات والجملة المكتوبة بخط مضغوط بالشكل التام. إذن ندوز نشوف النص. هو هذا النص، ديك الجملة اللي مكتوبة بشكل مضغوط. الحضارة، يعني هذا هو الشكل ديالها. الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي. إذن هنا الكلمة الأخرى: لن تبدأ. هنا هي عندها منصوبة لأن هنا مسبوقة بأداة نصب. داكشي علاش عملنا الفتحة. لم تنفك هنا عملنا السكون لأنها مسبوقة بأداة الجزم، لم تجزم. هنا عندي في الكلمة الأخرى: في الابتكارات. إذن ندوزو للسؤال الثاني. ثانيا: أضع عنوان مناسب للنص. إذن العنوان اللي أنا درت: الحضارة وعناصرها. إذن هذا هو العنوان: الحضارة وعناصرها، لأن أنا من خلال النص أن النص هنا كيتحدث لنا على الحضارة والعناصر ديالها الأربع. الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وتتألف الحضارة من عناصر أربعة اللي هي الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم. إذن هذه هي ومتابعة العلوم والفنون. إذن هذه العناصر، إذن الحضارة وعناصرها الأربع. الحضارة وعناصرها، هذا هو العنوان. ما مصدر النص؟ إذن المصدر النص من موسوعة ويكيبيديا. إذن هذا هو المصدر النص، ها هو هنا عندنا. منين مخد النص؟ يعني من أين أخذ النص؟ من موسوعة ويكيبيديا. إذن ندوزو للسؤال اللي هو السؤال الرابع. أضع علامة في المربع أمام المطلوب لكل كلمة. إذن معنى كلمة حضارة، إذن نهضة، تدهور، تقدم. إذن أنا هنا
معنى كلمة معنى كلمة حضارة نهضة. أنا عملت هنايا علامة أمام هذا الجواب تدهور لا ما كنعملش علامة. إيه هنا عندي تقدم تهو هذا هو المعنى ديال الحضارة يعني النهضة نهضة وتقدم. من خريطة تبدأ من خريطة تبدأ تنتهي. إذن هنا ملاحظتم اللي كنكونوا نصايبوا الخريطة ديال شي كلمة الخريطة كنعطيو المعنى المرادف للكلمة ونعطيو الضد ديال الكلمة ونعطيو الجملة كنعملوا ديك الكلمة في جملة. هذه هي الخريطة. إذن من خريطة تبدأ تنتهي تنتهي يعني ضد تبدأ تنتهي وتن إذن المعنى ديالها معنى ديال تبدأ تنطلق معنى ديالها تنطلق. إذن هذه من خريطة الكلمة ديال تبدأ هي تنتهي وتنطلق. ندوزو للسؤال الآخر سؤال خمسة سؤال خمسة أرتب الأفكار سؤال خامس أرتب الأفكار حسب ورودها في النص. إذن نحاول نرتب الأفكار. إذن عندي الحضارة ترتكز على الجانب الفني والعلمي. الإنسان عندما يحس بالأمن يحفزه ذلك لبناء الحضارة ومفهوم الحضارة والعناصر المؤلفة لها. إذن أولا تكون مفهوم الحضارة والعناصر المؤلفة لها. إذن هنا إحنا رجعنا للنص نلاحظ هنا بأن عندنا أول حاجة هي تعريف بالحضارة. الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة من إنتاجه الثقافي وتتألف الحضارة من عناصر أربعة. إذن هنا أولا مفهوم الفكرة الأولى الفكرة الأولى هنا مفهوم الحضارة والعناصر المؤلفة لها. والفكرة الثانية هي الإنسان عندما يحس بالأمن يحفزه ذلك لبناء الحضارة. أنا نوري لكم هنا وهي لن تبدأ إلا حيث ينتهي الاضطراب والقلق لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء. إذن هنا الفكرة الثانية هنا هي الإنسان عندما يحس بالأمن يحفزه ذلك لبناء الحضارة. والفكرة الثالثة هي الحضارة ترتكز على الجانب الفني والعلمي. ثالثا الحضارة ترتكز على الجانب الفني والعلمي. من هذه الفكرة الثالثة هي عندنا هنا في النص كل شيء كناخدوه من النص. ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفني التشكيلي بالدرجة الأولى. في الجانب العلمي يتمثل في الابتكارات التكنولوجية وعلم الاجتماع. فأما الجانب الفني التشكيلي فهو يتمثل في الفنون المعمارية والمنحوتات وبعض الفنون التي تساهم في الرقي. فالفن والعلم هما عنصر متكاملا يقودان أي حضارة. إذن داكشي علاش قلنا الفكرة الثالثة هنا هي الحضارة ترتكز على الجانب الفني والعلمي. إذن ندوزو للسؤال الموالي سؤال ستة ما الحضارة من خلال النص. إذن احنا نعطيو تعريف من ديال الحضارة من خلال النص. الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه. هنا ما بقى ليش لسباس وانا دزت كتبت من الفوق قلنا من إنتاجه الثقافي وهي الرقي والازدهار في جميع الميادين والمجالات. إذن هذا هو السؤال الأول. ندوز للسؤال الثاني السؤال السابع ما الذي ترتكز عليه الحضارة. السؤال السابع ما الذي ترتكز عليه الحضارة. إذن هذا هو الجواب. ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفني التشكيلي بالدرجة الأولى. إذن هاد الأسئلة دو كاملين كناخذ الجواب ديالهم من النص. كل شيء عندي في النص كناخذ حتى شي حاجة هو الجواب الأول.
الجواب الأول عندي هنا في النص، الحضارة النضجة نظام اجتماعي يعني الإنسان على زيادة من الإنتاجية الثقافي. والسؤال الثاني يعني كل شيء عندي هنا، هاي ترتكز الحضارة، ترتكز عندي هنا في النص، ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفني التشكيلي بالدرجة الأولى في الجانب العلمي، يتمثل في الابتكارات التكنولوجية وعلم الاجتماع. إذن هذا هو الأجوبة، كاينة كلشي في النص. إذن ندوز للدرس اللغوي. ثانيا الدرس اللغوي، الصرف والتحويل. السؤال الأول في الدرس اللغوي أو في الصرف والتحويل، أصنف الأفعال التالية حسب الجدول. إذن فعل صحيح سالم، كناخذها هو عندي هنايا، نام، لجأ، وصل، يمشي، يعد، يفتح. إذن هاد الأفعال هادي نصنفها في النص. إذن فعل صحيح سالم يفتح، كنعملو يعني هو فعل صحيح سالم. فعل صحيح سالم هو الفعل الذي هو يعني خالي من حروف العلة. الى رجعنا ليفتح باش نعرفوا الفعل هو الصحيح سالم ولا مهمود ولا فعل معتل، كنرجعوا للماضي. فتح الحروف ديالو كامله سليمه، يعني ما فيش حرف العله. يعني احنا كنعرفوا حروف العله هي الواو والالف والياء، هنا فتح هو حروف ديالو كامله صحيحه. اذا ندوزوا للفعل صحيح ولكن مهموز. لجأ، لهموز يعني كتكون به همزه، داكشي علاش كيتسمى مهموز به همزة. إذن ندوزو للفعل مضاعف، يعد، نرجعو للماضي، عد، يعني مضاعف يعني كتكون فيه الشدة، هاهي يعد، مضاعف تضعيف. وفعل معتل مثال، وصل، هاهي وصل هنا. يعني الفعل المعتل هو اللي كيكون به حرف من حروف العلة كالواو والألف أو الياء. إذن هذا فعل المعتل المثال كيكون في أوله، كيكون في أوله حرف علة، وعنده هنايا الواو في الأول. إذن داكشي علاش سميناه فعل المعتل المثال. وعندنا الفعل المعتل الأجوف، نام. الفعل المعتل الأجوف كيكون في وسطه حرف علة، هنايا عنده الألف في الوسط، إذن هذا فعل المعتل الأجوف. وفعل ناقص، مشى، يمشي، فعل ناقص مشى يعني كيكون في آخره حرف علة، مشى ألف مقصورة. إذن هذا فعل معتل ناقص كيكون في آخره حرف علة. إذن هذا هو اللي كاين. ندوزو للتاني، سؤال تاني في الصرف والتحويل، أصرف فعل صام في الأزمنة الثلاثة حسب الجدول. إذن عندي الماضي، المخاطب، المفرد. عندي نصرف فعل صام في الماضي، المخاطب، في المفرد. إذن المفرد يعني أنت في المخاطب المفرد. صمت الجمع أنتم، صمتم. المخاطبة أنت يعني أنت في المفرد، صمتي أنتن يعني صمتن. دابا نصرفه في المضارع، المخاطب أنت يعني أنت، تصوم أنتم، تصومون يعني الجمع المخاطب، المخاطبة أنت تصومين وأنتم تصومنا. دوزو الأمر، أمر المخاطب، صم، صوموا. هنا نسيت الشكل، صم، أنت صم، أنتم صوموا. أنت صم الأمر، كنعطي الأمر، الأمر المخاطب صم، أنتم صوموا، الجمع جمع المخاطب. وهنا المخاطبة المفرد صومي، أنتن صمنا، جمع المؤنث، جمع يعني المخاطبة هنا جمع المخاطبة يعني المؤنث، جمع المؤنث. ندوز هنا السؤال الثالث، أكتب الوزن، سؤال ثالث، أكتب الوزن المناسب أمام كل كلمة. أكتب الوزن المناسب أمام كل كلمة. بائع، عندي بائع، فاعل، بائع فاعل، سلوك فعول، حضارة فعالة، ازدهر إن فعل، مستعمل مستفعل.
هذا هما الوزن. احول السؤال الموالي، احول الجملة الآتية حسب المطلوب. احول الجملة الآتية حسب المطلوب، المضارع يعني نحولها في هن. هنا الجملة نوريكم بعدها الجملة. المواطن، المواطن الجملة، المواطن المتعلم يسعى لبناء الحضارة. إذن هنا نحول الهن الجمع مضارع، مضارع يعني هن جمع المؤنث. المواطنات المتعلمات يسعين لبناء الحضارة. نعودها، مضارع يعني المضارع هن يعني في المضارع في الجمع المؤنث هن. المواطنات المتعلمات يسعين لبناء الحضارة. صحيح. إذن ندوز نكمل السؤال، ندوز للتراكيب. إذن عندي تراكيب. الأول، السؤال الأول في التراكيب، أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص. إذن هنا عندي لن أداة، أداة لن هي أداة وحرف النص، أداة أداة وحرف النص. باردون عملت هنا واحد الخطأ. لن أداة وحرف النصب. هنا تبدأ فعل مضارع منصوب، تبدأ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن ندوز للسؤال الثاني. ثانياً أصنف الأدوات التالية حسب الجدول. إذن السؤال الثاني يعني باش خصني يبان مزيان. ثانياً أصنف الأدوات التالية حسب الجدول، ما، لن، من، لما، كي، لي. أداة نصب، أداة نصب المضارع، يعني أن ناخذ لن، كي. أدوات جزم الفعل المضارع، أدوات جزم فعل واحد، لما، لي. أدوات جزم فعلين، لما، لي. هي أدوات جزم فعل واحد، تدخل على الفعل تجزم فعل واحد فقط. وأدوات جزم فعلين، من، ما. هذه ملي كتدخل كتجزم جوج ديال الأفعال، كتجزم لنا فعلين من وما. إذن ندوز للسؤال الثالث. أضع أداة نصب أو جزم المناسبة في الفراغ. أضع أداة نصب أو جزم المناسبة في الفراغ. إذن من يدرس بجد يتفوق. إذا كانت عندي يدرس بجد يتفوق، إذن أداة الجزم المناسبة من يدرس. من يدرس بجد يتفوق. لاحظوا معايا هنا، يا من تجزم فعلين، هنا جزمات هذا الفعل الأول يدرس وجزمات الفعل الثاني. جزم يعني كيكون عنده الفعل المجزوم كيكون عنده السكون. من يدرس بجد، من يدرس بجد يتفوق. هنا تعلم فنون القراءة كي تصبح بارعا، هي هذه أداة نصب، كي تنصب الفعل المضارع. تعلم فنون القراءة، تعلم فنون القراءة
كي تصبح بارعا. لاحظوا معايا، كي أداة نصب تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. تعلم فنون القراءة كي تصبح بارعا. لا ينهضن بالوطن سوى النزهاء. لا ينهضن، نو نو باردون باردون، لا ينهض بالوطن سوى النزهاء. عفوا، لا أداة جزم، أداة نفي وجزم. لا أداة نفي وجزم. لا ينهض بالوطن سوى النزهاء. إذن هنا لاحظوا معايا كاين هنا السكون، لأن هنا لا أداة نفي وجزم، يعني كتنفي وكتجزم، لأن كيكون عندنا في الفعل المضارع كيرجع عنده السكون. لا ينهض بالوطن سوى النزهاء. إذن أنا ندوزو هنايا للسؤال الرابع. السؤال الرابع، أضع مكان النقط الفعل المناسب مع ضبطه بالشكل. من يعمل بجد يصل لمبتغاه. من ي... لا باردون، من يعمل، من يعمل، هنا خصني نشكل، لأن من تجزم فعلين. من يعمل بجد يصل لمبتغاه. من يعمل بجد يصل لمبتغاه. لاحظوا معايا، عندي من هي تجزم فعلين، جزمت الفعل الأول وجزمت الفعل الثاني، يعني الفعل الأول عنده السكون الفعل الثاني عنده السكون. يبني الإنسان الحضارة كي يعيش سعيدا. يبني الإنسان الحضارة كي يعيش سعيدا. لاحظوا معي هنا، كي أداة نصب، فهي دخلت على الفعل المضارع ونصبته. لاحظوا معي عندي هنا الفتحة، يبني الإنسان الحضارة كي يعيش سعيدا. دوزو السؤال الخامس، أصوغ جملة تحتوي فعل مضارع مجزوم وأخرى فعل مضارع منصوب حسب المطلوب. إذن هنا فعلها بياء المخاطبة، يعني كيكون فيها ياء المخاطبة. لم يمشي، لم نتاء المخاطبة يعني المؤنث. لم تمشي فوق الرصيف، فوق الرصيف، لم تمشي فوق الرصيف. هنا هذه الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة من اللي كيدخل عليها الأفعال الخمسة، يعني كتكون مثلا أنت تمشين، أنت تمشين، ملي كتدخل أداة جزم اللي هي مثلا لم، هنايا لم أداة جزم، ملي كتدخل كنسميو بأنه مجزوم بحذف النون، بحذف النون، نحذف النون، كنحذفو النون كيتسمى مجزوم بحذف النون. لم تمشي فوق الرصيف فعلها بألف الاثنين، يريدان أن يشهد كي ينجح. إذن هنا لاحظوا معايا، هنا يريدان، أن هنا عطاونا فعلها بألف الاثنين، يريدان أن يشهد، يا راس يريدان، يعني هنا خاصها تكون تبع يشهدان، ولكن حيت دخلت عليها أداة نصب أن، أداة نصب أن، حنا هي هاد الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، أن يجتهد كي ينجح. إذا نفس الشيء خص يكون عندها ينجحان، بحيث هو المؤنث، ولكن بحيث دخلت عليها أداة نصب، هي هالفعل ينصب، الفعل أفعال الخمسة تنصب بحذف النون، حنا حذفنا هنا النون. نتمنى يكون هادشي مفهوم. إذا هنا نمشيو للإملاء. إملاء، أصنف الكلمات الآتية في مكانها في الجدول. إن شرح أخذ، السلوك أنهض. إذا هنا عندي كلمة مشتملة على همزة وصل، إن شرح، إذا همزة وصل كتكون هكذا،
تكون في بداية الكلام، همزة الوصل تكون في بداية الكلام. إن شرح، هنا السلوك همزة هي وصل سلوك. هنا كلمات مشتملة على همزة قطع مثل أخذ، أخذ عندنا هنا همزة، لاحظوا معي همزة قطع. أنهض همزة قطع. إذن هنا ثانيا أرسم الهمزة المناسبة لكل كلمة من الكلمات التالية: الحضارة، أسجد، أسجد، انفتح، أمر. هذه همزة قطع. إذن نبدأ من الأول: همزة وصل، همزة قطع، همزة وصل، همزة قطع. الفعل الرباعي الخماسي كيكون عنده همزة وصل. أربعة. إذن السؤال الرابع: أكتب ابن أو بن في الفراغ المناسب. يوسف بن تاشفين، مراكش عاصمة دولته في عهد المرابطين. إذن هنا لاحظوا معايا كتبت بن، ما عندش الألف هنا. علاش؟ لأنه جاء بين اسمين علمين، يوسف بن تاشفين. اللي كيكون عندي هنايا الاسم، كيكون عندي هنا بن وسط اسمين علمين، ما كنكتبوش هذه اللي عندها الألف، ولكن كنكتبو هذه اللي ما عندهاش الألف. قاعدة راه كاينة هنا. ابن عبد الله رسولنا، رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. هنا كتبت عندي هذه اللي عند الألف، لأن جات في أول الكلام، جات في أول يعني ابن عبد الله، جات في الأول، ما جاتش وسط اسمين علمين. هنا خامسا: اكتب الهمزة مع التعليل في الكلمات التالية: العالم، العالم، تكتب همزة العالم، تكتب همزة وصل لأنه معرف بأل. إذن هنا همزة وصل تكتب بهمزة، وتكتب همزة وصل لأنه معرف بأل. إذن التعريف، التعريف الكتابي، من عندي هنا التعريف، التعبير الكتابي. ما غيبقى ليش الوقت بزاف، وغيطول لي الفيديو بزاف. اذا اللي نقدر نقول لكم هو ان التلميذ خصو يحترم، يعني الا بقى الوقت من بعد ان شاء الله نقدر ندوزو مع راسو. انا دابا حنا وصلنا لنصف ساعه، يعني التلميذ يحاول يكتب الخط واضح، يحاول ما يخرجش على نص الموضوع، ويحاول يدير واحد تصميم يعني باش يقدر يحصل على النقطة ديالو، ويكون الخط ديالو واضح. بالتوفيق ان شاء الله. يلا الله يعاونكم، الى اللقاء.